سي محمد نستهل والفقرة من الرباط ومع المسرح الارتجالي. مرحبا هشام. يقول شكسبير: الدنيا ركح كبير، وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا الركح. مقولة تنطبق على المسرح الارتجالي، كسر العلاقة التقليدية بين الممثل والجمهور، فتحول الجمهور من متفرج إلى مشارك في بناء المسرحية. يحدد للممثل الدور الذي سيلعبه، والممثل لا يحتاج إلى حفظ الأدوار وضبط النص، لكن يحتاج إلى العفوية والتلقائية لكي يرتجل. النموذج سنتابعه من الرباط مع محمد القنت بعدسات يوسف لطفي. كبر الارتجال هو شكل بديل ومختلف عن مباراة الارتجال، حيث يتميز بوجود مجموعة واحدة فوق الركح مع منشط للحفل والذي هو بمثابة حكم للعرض. الارتجال كاين جوج طرق، هي اما عندك المقابلات دي ماتش ما بين جوج فرق، يا اما عندك اللي كنسميوه لو كاباري دامبروفيزاسيون، هو انك كتكون الفرقه كامله متحده باش تعطي سبيكتاكل واحد للجمهور، يعني الفرقه كامله مجموعه اليوم باش دير اي قصه تمناها وبغاها الجمهور. سكي سبيسيال سي اون ديسيبلين انتراكتيف، سادير كنلعبوا اولا كنلعبوا بلي تيم اللي كيعطينا الجمهور، ما كنجيوش كيعطينا الجمهور كلمات وبهذوك الكلمات اللي كتعطينا الجمهور هما اللي كنلعبوا حنا. هذا العرض المسرحي الارتجالي يمتاز بالديناميه والكثير من الفكاهه مع تبادل وتفاعل جميل بين الممثلين والجمهور الذي يختار التيمات التي ترتجل فوق الخشبه. واحد العلاقه مع الجمهور اللي هي علاقه أخوية، واحد الجو عائلي. نعشق المسرح الارتجالي لأن هناك مفاجأة كاملة، فنحن ليس لنا علم مسبق عما نشاهد، كما أن هناك الكثير من المرح والتفاعل الجميل بين الجمهور والممثلين. الحميمية والتفاعل بين الممثلين والجمهور الحاضر هي خاصية المسرح الارتجالي الذي استطاع أن يجد له عشاقا مولعين بهذا الشكل من الفرجة المسرحية. إلى الدار البيضاء، وهذه المرة